وشوشة. اولا كارما بالنسبه لي كده زي الحلم الجميل، ابتدى الحمد لله بداية قوية مع مخرج في حجم الأستاذ خالد يوسف، مع مجموعة من النجوم اللي موجودين في الفيلم، فده كان بالنسبة لي أكيد حاجة حلوة جدا، حاجة أنا مبسوطة بيها وفخورة بيها. دوري بقدم دور جيجي جايلان، مهندسة بتتعرف بالصدفة على بطل الفيلم عمرو سعد، وهو هربان من مطاردة من محاولة قتل، بتنقذ حياته، تتطور الأحداث بينهم وبتدور بينهم قصة حب مختلفة من نوعها، بيقربوا من بعض أكتر، طبعاً قصة الحب دي بيقابلها أكتر من مشكلة، والنهاية مفاجأة كده غير متوقعة. لا الدكتاتور كلمة كبيرة، بس هو يعني الشغل معه مش حاجة سهلة، أكيد محظوظة يعني أكيد في نجوم بيتمنوا يشتغلوا مع مخرج في حجم الأستاذ خالد يوسف، فإنه تكون بدايتي وأكون أنا الموهبة اللي بيقدمها هو، فدي أكيد حاجة تبسطني. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب علشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة من وشوشة.